السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده جايين في لالالي علشان نشوف العروض بتاعتنا والموديلات الجديده كلها. جايبه حبه موديلات تحفه. ازيك يا مدام هبه؟ الحمد لله. ايه اخبار الموديلات بتاعتنا الجميله دي؟ زي ما انا عودتكم الجديد دايما موجود هنا ان شاء الله، وكل حاجه شتوي صيفي. الناس دارت شورت بيك سايز، جبت لكم بيك سايز وحاجات حلوه جدا، وجايبه عبايات كمان بيتي او جايبه حاجات كتير جدا. هنشوف كل حاجه مع بعض في الفيديو. تابعونا للاخر، الفيديو ان شاء الله مفاجاه زي ما احنا تعودنا في لالالي، مفاجاته كتير. اسعار فظيعه، عندنا تحطيم اسعار، خليكم معانا. وتدمير في التركي بالظبط. اول حاجه انا هقول لكم على حاجه حلوه قوي. تمام، اقول لكم على لانجري العيد. لانجري العيد، لانجري العيد ده معمول مخصوص للعيد كده. الكلام ده وراه حاجات. ايوه ماشي، ناس مؤدبه احنا الحمد لله. احنا ناس مؤدبين يعني، كل احنا بنعرضه بس الكلام ده. ايوه جماعه، الفيديو ده حريمي فقط عشان نبقى متفقين. تمام، وبيك سايز. بيك سايز ده المميز بقى كمان. برضه انا مؤدبه، ماليش في الحاجات دي برضه. بالظبط. كل حاجه طبعا يا جماعه نازل معاك الكتالوج بتاعها. انا هقول لكم على الكتالوج. ده كده كده يا بنات. ابتدي بقى شدي قوي عشان نقول ايه. بصراحه انا مش عارفه انتوا يعني الفيديو هيطلع جميل وتحفه. انا بطلع بصوتي بس، انتوا عارفين مدام ايمي معانا بتطلع بصوتها بس. مدام ايمي تحيه كبيره جدا وضرب نار حبيبه قلبي، ربنا يخليك. بس شكلكم حلو قوي. الاشكال جميله، فيديو مش طبيعي. فيديو بيك سايز حلو قوي. انا عجبني الاحمر، حلو جدا. ان بيتي البوتش ده تحفه بصراحه. في موديلات بيك سايز حلوه وجميله، وهقول لكم على السعر. قريت معايا في الفيديو تحفه، حلو قوي قوي بالنسبه لبيك سايز. احنا النهارده الفيديو معانا مميز يا جماعه، علشان معانا ايمي منوراني ومكتراني. ربنا يخليك ان شاء الله يا رب كده تطلع بوشها قريب وعلى يدي. حبيبتي وانا معاكي مش لوحدك. ايوه الاثنين مع بعض. كل مره في مكان هبقى حصري فيه ان شاء الله باذن الله. لان انا مبسوطه ونفسي اطلع معاكم. هطلع في المول اللي هناك القدس، هطلع في مول صدناوي، وكانت فتحه خير بالنسبه لي. واحلى فيديو واحلى مكان جيته هو لالالي، وانسانه محترمه زي مدام هبه، وطبعا يوتيوبر جميله وحلوه زي مدام مها، وشيماء الجهري من الفيديوهات الجميله اللي انا بشوفها ليكي، وقناه جميله جدا جدا شفناها ما بتسيبش مكان. جميل جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا طلعت معاكم انتوا الاثنين. وانا احلى حاجه انك دخلتي كده اخيرا، يعني انا بحبك. وهطلع ان شاء الله بشكلي، هطلع مع شيماء ومع مع هبه ان شاء الله، وهننتشر وان شاء الله قريب جدا جدا. الحصري عندنا، ولا اللي بيقول لكم احنا اقوى ايد واحده. انا مبسوطه جدا، بسيب لكم بقى الصور كده عشان العيد يا جماعه. في حاجات كتير، زاد وبركه والله. حبيبتي زي ما شفنا حاجه البكابوزات. انت مش عارفه انت ماسكاه ازاي على فكره. انت مش عارفه الكتالوج، اصبري بس يا جماعه. الكتالوج اللي هو فيه دوت بيدكك من هنا. اوكي هات افهمك انا بقى. هو ده اكتر حاجه انا فاهماها، بس مش عايزه استني. ده طلع حلو. استني ده كده اهو اهو، ثانيه واحده. يعني رباط اهو، رباط اهو. خدي الرباط كده يا سيدي. الرباط ده كده وبيتعمل مثلا يا جماعه اللي هو ايه اكسات. بيتعمل اكسات اهو، من هنا اكسات. الفتحات الصغننه دي ده طلع ده. ده طلع مجرم. لا شوف كده والبتاع بتاعته. لا هو بص، الحركات دي موجوده في كل حاجه، والاكسسوارات فمش شرط نمسكها. هاتي كده اكسسوارات، مش هنعرضها يا جماعه. ده كمان ده عيد يا بابا. انا كرت كمان معايا مسطره. هنشوف ايه تاني. لانجري بيك سايز، عرايس شكل يا جماعه. الفيديو بتاعكم والقناه بتاعتكم، قولوا اللي انتوا عايزينه. بصي الخامه والماتيريال. ايه ده الخامه الحلوه دي؟ بصوا الجمال، فظيعه. ايه ده يا بنات؟ ده ايه؟ لقيت فرحه يا سلام. بصوا
لا ده العيد دلوقتي بقى هيبقى قلة ادب كده بصراحه، يعني على المنظر ده كده. لا 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 ده بقى عايزه اقول لكم الناس قالت لي عايزين لانجري وعايزين ما اعرفش ايه، بياخد وضع الجسم كمان قطن اللي انتوا عايزينه جدا جدا، يعني يمشي كاش يعني. المفاجاه بكام؟ 75 جنيه والفوشيا ده ب 75، بيك سايز لانجري ب 75 جنيه. طب حلو يا جماعه، عايزه اقول لكم الخامه تحفه. خامه تحفه، خامه تحفه. لا قرب كده قربي، بصي انا لما بشد احنا بنلبس خامه يا جماعه فعلا حلوه جدا. حلوه جدا، حلوه قوي ده ديزاين. لا دي خامه عاليه وديزاين حلو، ده برده لذيذ. بصي ده كمان، بصي ده، بصوا يا جماعه الصوره، بصوا ده يا بنات جميل بجد تحفه. ده بالدبوس بتاعه بالفروش. بصي ده الله على الجمال. ايه ده ايه ده، ده دوي العرب. في بصي ده بقول لكم ايه يا عرب، اتفرجوا كده اتفرجوا كده واحكموا بنفسكم. بصوا الجمال بجد تحفه. ده عامل معانا 75 جنيه. انتوا شايفين بقى فعلا الخامه الماتيريال بجد تحفه وحاجه شيك قوي قوي قوي. يعني ده العروسه اللي هتخش على العيد او اللي بعد العيد اللي عايزه تلحق تيجي تلحق، لان بجد الكميه على قد جايبه لكم. بس هنشوف ايه تاني برضو. اهو اللي احنا كنت ماسكه لسه صورته، بقول لك بالبروش، البروش بتاعه اهوت تمام. بروش دانتل، بصوا بصوا الفتحه قد ايه من هنا ومن هنا. تلوية. يعني بالظبط مش عارفه ايه الهدف يعني، بس هي حلوه مالناش دعوه. هو حلو يا جماعه ب 75 جنيه تركي. لا فعلا النهارده الجديد عندنا وحصري، ده مقاس عادي يا جماعه برده ب 75 تركي برده، عشان هي يعني مش كله بكبوزاتي بس، لا في كده وفي كده. لا والقطعه ديت يعني انتوا عايزين تزودوها من تحت، مش عايزين حطف. يعني كل واحد واخلاقه، كل واحد واخلاقه. ماشي ايه ده الله، الالوان دي فظيعه. الله لا 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 تقريبا شبه دي. بصوا ده بيتربط من ورا، بصوا ايه ده جميل قوي. يا ريتني كنت رفيعه. الحمد لله يجي يا جماعه على فكره. لا لا انا اخلاقي عاليه عن كده بكتير. بصوا يا جماعه بجد، طب والله العظيم حلو. بصوا جماله، ما هو والله حلو. شايفين جماله تحفه وحياه ربنا. أوه. انا عايزه اقول لكم امي ميته من الضحك. يعني سيبكم بقى، هي بتتفرج، هي اللي بتتفرج لوحدها. انا في قلب مسرح الجريمه. ايوه لا لونه كمان حلو قوي. خلصنا الانجري يا جماعه، خلاص انا بضحك وانا في البيت. انا بضحك لونه، عايزه اقول لكم الانجري العيد احنا انا عايزه بيتش بارت. صح بسم الله. لغايه دلوقتي احنا كده الحمد لله. لا انا هجيبهم دلوقتي، خدي عليا التحكيم. خلاص كده الانجري خلص، فقره الانجري خلصت كده. يعني فقره الساحر. هبه تاديب وتهذيب واصلاح. ارجعي لورا. يا لهوي بصوا المنظر، بصوا الخامه تركي. بصي ماركه ارزو حلوه قوي. انا عليها الصوره ومعلوم اللي كمان. قلت بكام يا جماعه؟ انا قلت بكام؟ 140. انا بصوا بصوا المقاس اصلا بكم دي بقى اشتري وخلاص. انت تعالوا اشتروا من مقاسي. يعني انا قلت خلاص لانجري ده بجامت العيد، يعني دي اللي انت هتلبسوها قدام الناس لما تيجي تعيد عليكم. والله بقى بصوا تلبسوا الطقم جميله. بصوا المقاس عامل حلو جدا، حلو قوي، بيك سايز ماتيريال وخامه وسعر تحفه 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 الحمد لله. هو البوستيكه ثاني ما قلتلكيش البوستيكه يا ماما. طوكه كمان شفتي هتلم شعرك يا ست بدل ما تقعدي مكمبشه. لا شفتي؟ لا والوانه جميله، الوانه جميله. انا رايحه بقيت شعرك في كده. ايوه بقى وكده الوانه جميله بشكل كمان حلو قوي فعلا. لا وبالرخيص يعني احنا طبعا لا هي هتصرف على شعرها انما هتلبس ببلاش. وايه هو ده اعلى حاجه تركي، يعني تروحي تقولي لجوزك ايه بص البيجامه دي جبتها ب 500 جنيه. لا كده الكذب حرام، قولي له 600. معانا النهارده البيجامه التركي بكام؟ 140 جنيه. ايه؟ 140 جنيه؟ خلاص مش هقول 140 جنيه، اقولها انا. اهو ماشي دي اول حاجه. استنى في بقى موديلات كتير جدا. يلا وريني. انا كل ده عشان اللي زعلوا مني بقى، اهو بصالحكم اهو. بص يا جماعه زي ما اتفقنا مع بعض، خلينا جد بقى شويه، كل 3 4 ايام كده بننزل موديلات جديده وبنصور جديد. طبعا احنا مش متعودين ان احنا مثلا نصور كل 3 4 ايام، لا ليه بنصور اول باول عشان نقول اللي خلص ونقول اللي جد موجود. عشان تعرفوا ايه اللي موجود وايه اللي خلص، عشان تبقوا معانا في الايه في الحاجات اول باول. تمام ده حلو. هنشوف بقى بجامع حلو قوي بقى. يلا بقى بجد يعني احنا دلوقتي العرض بتاعنا لسه موجود، بس بصوا في موديلات جديده وبيج سايز اهي. انا عاجبني لون البنطلون، عارفين مفرقع برضه عاجبها قوي. بصوا يعني غريب لما اقول زي بصوا الجمال.
بجد تحفه واكل مع بعضه جدا. بكام يا جماعه؟ 140 جنيه. حافظين الدرس طبعا كلنا احنا عارفين الحاجه. ده تركي اصلي شد حبيبي. دي كمان معانا بجامه برده اموره قوي يا جماعه. دي بقى عشان ايه يعني؟ ده العيد نلبسها في العيد يعني برده كمان للعرايس وبرده للمحلات الجمله والحاجات دي كلها شغاله كويسه جدا. حلوه قوي بجد تحفه. دي فعلا في السوق نازله ب 400 جنيه. انت بقى جاي للضيوف في العيد زي ما انت شايفه كده عايز تلبسي حاجه بكم محترمه جميله على الطرحه بتاعتك كده تستقبلي بيها الجوكر في العسل ده طبعا. انت ايه حاجه محترمه وشيك وطويله وكده يعني. عايزه اقول لكم البنطلون نقدر حلو نقعد بيها قدام الناس يعني. بص البنطلون معلش يا اختي امسك انا البنطلون عشان انا ليا ماسكتي الخاصه. اعرف هي معاك ولا لا. انا بقى اجيبه بقى. شفتوا؟ الله بصوا شايفين بقى بالظبط يا حبايبي. ده يلبس معانا لغايه مثلا 95 100 كيلو 115 كيلو شغال يا شيخ من اول 5. طب يوزن بره اللي مش عاجبه يوزن بره. ماشي اهو شرحه وبيعها امسكوا كده. دي اهم حاجه. انا مش عارفه في العيب بقى فين. دي حلوه. لا على فكره احنا ممكن نحطها في الاول ونلبس عليها خضار. زي ده انا حته كده حته كده. يلا بص هي مها شغالك يا مها. عايزه اقول لكم عامله زي الكاش طويله. أصطوح. ايوه كده شاطره. ايوه انا بعلمها على الهوا. هي جايه معايا واخده كورس. بصوا زي ما انتم شايفين بجد تحفه. بصوا طولها عامل ازاي. يعني هتلبسيها محترمه جدا بجد يعني. انا بكلمك هتقابلي بيها ضيوفك بالشكل ده طويله وحلوه تلبسيها بالبنطلون كده تحفه بجد تحفه. بكم؟ ب 140 جنيه. بكم يا ولاد؟ 140 جنيه. وكمان خامات تركي يعني هي تركي والخامات بتاعتها تحفه حلوه قوي قوي. كاش وبنطلون مع بعض يا فنان. دي حاجه جديده بقى كده معاكي كاش وبنطلون. بصي الظهر عامل ازاي اصلا؟ بجد تحفه. ايه الحاجه الحلوه دي؟ مارفي لوك. عارفين الماركه دي يا جماعه؟ بصوا يا جماعه بجد ماركه عاليه بصراحه. بصوا خامه حلوه جدا. الجديد معانا النهارده والله كاش كده لحد تحت الركبه يعني. عايزه تلبسيه بالبنطلون عايزه تلبسيه من غير البنطلون حلو. وزي ما قلنا ده ترنج استقبال جاي للضيوف او حاجه عايز تلبسي حاجه حلوه برده قطعه جميله جدا. بكام؟ في نفس الوقت. برافو عليك والله. كام يا فلوس؟ والله العظيم انا كنت متضايقه العظيم. استاذ اسلام معانا النهارده افادنا. احنا النهارده استفدنا كتير قوي قوي من حضرتك. بكام حضرتك؟ ب 140 جنيه. ايه؟ ب 140 جنيه. بتقول ايه؟ ب 140 جنيه. بس الحمد لله كنت مستنيه اللقطه دي. تعالوا تاني. حاجه الله الله برضه كاش وبنطلون نازلين مع بعض. لا 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 بصوا يا جماعه بجد حاجات جديده بجد تحفه والله. لسه جايين النهارده على كاش. طب والله جميل جدا حلو قوي فعلا يعني. بصي الكاش حد ايه وطري طري جدا. بصي كمان تحفه. بصي انا مش عجبين اهو بجد يا بنات. النهارده العرض حصري اللي هيفوت. احنا واخدين تهريج وبتاع. بصوا انا ما بحبش جو الفيديو الرسمي. انا دلوقتي عايزه اوريكم حاجه بجد هو فعلا والله. لا شيك قوي. حتى ده تقدري تلبسيه مع التيشيرت فوق مع كوتشي وتخرجي بيه لو انت برده في النادي او في الساحل او كده. حلو قوي يعني. شغل مصايف شغل عيد شغل حاجه عاليه شغل عرايس الحاجات ايه ده؟ ايه ده؟ انا بحب الحاجات يا جماعه اللي هي بتبرق دي. برق برق. خدي حته. دول ثلاث حتت. طب هاخد الملون يا اختي معلش. منى هاخد البيجامه. ماشي خدي. ايه ده؟ ايه ده؟ بينور في الضلمه. وربنا طب اطفي النور وجربي. ما كانش جوزك يدور عليك هلاقيكي منوره كده واخده ركن كده منوره. بصي هو اطفي النور في البيت. بصوا يا جماعه بجد تحفه. بصوا انتوا مش ملاحظين السنه دي الفوسفوريات كترت؟ لا صح والله نازل موضه قوي السنه دي. بصوا كمان على فكره مقاسه كبير وانا بشد اهو ما شاء الله بيكبر. حلو قوي. ده تحفه. حلو قوي. كلنا هنعيط يا جماعه كده. كلنا هنعيط. كل بكابوزاتي حبايبي بكابوزاتي حبايبي معاكوا روب جميل جدا العيد بينور. البسي وافرحي وحاجه بجد تحفه. خدنا بقى صوره حماده كده. صوره كل واحد حته. بوزيشن. الله خدنا الصوره يا جماعه زي ما انتم شايفين. الطقم ده بكام؟ بكام؟ بكام يا خلود؟ ب 150. 150 بس. 150 جنيه. بيك سايز. بيك سايز وخامه. ثلاث قطع. معانا خامه يا جماعه. الخامه حلوه قطع. جدا. بيك سايز. بجد تحفه تحفه. تركي حاجه جامده جدا. هنشوف ايه تاني؟ هوريكي برده حاجه بيك سايز برده حلوه قوي. بقى بالظبط يا حبايبي يعني ما جبناش حاجه من بره. افرحوا والبسوا وعيطوا. بجد تحفه. واتجوزوا كل حاجه اللي انتوا عايزين تعملوها اعملوها. انا روقت عليكم. انا البنطلون بقى.
انا ليا كده لمسه في البنطلون بتبين. الله اهو بصوا اهو شفت لا سحر ولا شعوذه. بكام؟ ب 150 جنيه ثلاث قطع اهو يا جماعه ب 150 جنيه تمام؟ ثلاث قطع الروب تحفه اسمه البادي تحفه البنطلون برده تحفه. انتوا عارفين الخامات اللي احنا بنطلعها حاجات بجد بجد انتوا تستاهلوها الحمد لله. اللي يتفرج على الفيديو بتاعنا ينزل وما يستناش وما يقولش الحاجه دي هنقفل بسرعه. ازاي حلوه بثلاثه قطع جينيكا حلوه دي ب 100 من غير ما نفتح بقى نخش. وعندي دي برده ب 75 حلوه جدا تمام. 75 مقاسات الزجاجه من 75 يا بنات ايوه. وبرده جالي شغل جديد للمقاسات العاديه اهي نظام شورت يا سيدي يا لا سيدي. لا الشورت جيب ده جيبه اوعى وشك. اجي اتفرج بقى بنفسي. اتفضلي بنفسك بصوا الله وسعرها يا مها مفاجأة عندنا والجديد عندنا والحصري التركي عندنا بس والمنغلق مننا يعني ايه يعني زينا خليكم شايفين اهو معانا جيبه اهو لا سحر ولا شعوذه حاجه شيك حاجه سبورت حاجه بجد دي بقى بتاعت مصايب بقى يا بنات بقى بجد حاجه كده مش ابيض كده البنات اللي هي مدلعه ما تقعديش للحاجات لا لا تلبسيها في بيتكم المصيف في البيت في المصيف يا بنتي يا محترمه انا ست محترمه على فكره البسي دي في المصيف في بيتكم في بيتكم عشان انا فاهمين انا ما بروحش مصيف اصلا. طب هنجيب كام دي سعرها حلو جدا بكام؟ ب 65 جنيه بس 65 جنيه بجد تحفه النهارده العرض حصر 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 وقطن. عايزه اقول لكم كل الخامات دي برده جيبه جيبه في تشكيل يعني من في تشكيل تشكيلات حلوه جدا كلها يا جماعه وان سايز نسيت تقولوا المعلومه دي ماشي وان سايز يا جماعه بصوا الشاطئ يا مدام بصوا الشاطئ يا بنات يا مدام بجد لونه جميل حلو قوي بصي بنانيتي جدا بصي حاجات حلوه ازاي اهي دي المقاسات اللي هي ايه الصغيرين بالظبط يعني انا جبت لكم البيج سايز اللي قد كده اهو اللي قد كده اهو اللي قد كده اهو وده اللي قد كده اهو. انا سايبه لكم المشهد ليكم لوحديكم انتوا تتكلموا لان انا الواحد مش لاقي حاجه يقولها سبورت بجد تحفه. على فكره تنفع للبنات الصغيره وتنفع للعرايس يعني تنفع لده وتنفع لده بالظبط. بصوا يا جماعه احنا بنقول لكم يعني كل واحده وحسب ظروفها المحير يمشي البنات اللي عشر 15 سنه بالظبط 12 سنه على حسب يمشي. البنات الرفيعه العروسه تلبسها برده جميله جدا وعروسه حلوه كده برده اللي لو فرحتي كيلو تمشي برده بالظبط جدا جدا مع كوتشي هتبقى برده شيك قوي ينفع جدا جدا في شنطه السفر بتاعه المصيف. يعني 65 جنيه يعني بصوا في تشكيل من اللي هي الجيب دي في منها تشكيل تيجي وتختاري اللي انت عايزاه. الله على الجمال بصوا لونها تحفه الله على الجمال بصوا بصوا اهي الله حلو قوي والله العظيم لونها عارفه ولعه. اللون ده اسمه ايه بقى؟ حلاوي. اللون الحلاوي جبت اللون الحلاوي ده منين؟ اللي عايزها يقول ايه؟ حلاوي. انا لون الحلاوي عارف خلاص ده الحلاوي انا براحتي. يلا تعالوا بقى ايه خدوا اللون ده وقولوا عايزين اللون اللي بقى عليه كلورك. احنا مش في قناه نايل تي في زي ما قلنا بجد هتحرق الصغير المقاسات الصغيره والمقاسات الكبيره. بصوا والله يا بنات انا عايزه اقول لكم يعني انت قلتي كلمه حلوه يعني البنوتات اللي جسمها صغنن يعني ده لبس خروج على فكره. ايوه ممكن يلبسوه. بقول لك على لايف على بنطلون كده باولينا 10 13 سنه حاسه وهي الالوان دي شيك قوي في الخروج اصلا يعني في ناس بتلبس كده اكس سمول وسمول وميديم ده مقاسهم. بصوا يعني هو جاي مع معها بصوا اهو تحفه جاي معانا يا دوبك مانس يا دوبك عصافير يا دوبك هو دراعي هو دراعي الحته دي بس ده كام؟ 65 جنيه يا بنات اللي بتفرجوا علينا. ورجعنا بمفاجاتنا خليكم شايفين احنا الثلاثه اهو كل واحده خدت اللون اللي يحلو لها. انا بحب الحاجات المطرقعه اللي بتنور في الضلمه. انا احب اللي بينور. انا بحب الجيش حلو لذيذه وانا جيت جنبها شويه في اللي بينور في الضلمه برده اهو. مفاجاتنا النهارده الخامه الماتيريال الشكل الموديل يعني كل حاجه فيها تحفه بجد بجد. تركي يا جماعه ماركه ليدي معروفه ماركه حلوه وماركه بركان ماركات تركي مش اي حاجه. طيب بكام؟ ب 75 جنيه بس 75 جنيه اهو طقم بجد تحفه حاجه هتعجبكم بجد. لا هيجي يلحق لا هيجي يتفرج على طول وينزل زي ما اتعودنا مع بعض مع عروض لا لا ليه بتتفرجوا وبتشرفوني كده جنب راسي
تيجوا تتفرجوا وتنزلوا على طول. تنزل على طول تاخدها محيره ومقاسات عرايس صغيره. المقاسات دي قوي حلو جدا. تحفه. حلو جدا. تحفه. طيب كده خدنا ده في سايز. في حاجه تاني؟ في حاجات كتير قوي. عايزه اقول لكم انا اخدت من الكاشات اللي ب 55. تحفه والله. يعني تحفه. دسته ما تكفيش. حلوه قوي. ايه ده الكاش ده حلو قوي. 50 جنيه معانا كاش النهارده بجد. تحفه بحزام حاجه كده شكله عامل زي الدريس. بصوا كمه. الله جميل جدا. بنوتاتي بنوتاتي بنوتاتي. شوفوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها اللي هي الصغننات دي الجميله دي. طب الخامه يا جماعه بصوا بزراير من قدام. عايزه اقول لكم بجد تحفه. بس كده ب 50 جنيه اهو. ده كده تيكت ميد ان تركيا. وتاخدوا الحاجه اللي هي عاجباكم بسرعه بجد بسرعه. اولا كل سنه وانتم طيبين. العيد فاضل عليه ايام بسيطه جدا خلاص. يعني في ناس تقول لك ايه الصيام. في ناس بتقول يعني حتى لو نزلت ساعه الصبحيه بسرعه كده وخدت حاجتك وقضيت طلباتك ورجع على بيتك بالسلامه عشان تفتح. الحمد لله عشان الزحمه زي الاول. وبقيت بدخل خمس افراد بخمس افراد. فتحت باب الشحن تاني. الشحن اتفتح يا بنات. بس الشحن لحد تقريبا يوم الثلاث او يوم الاثنين. والدخلي في القاهره لحد يوم الوقفه. يعني لغايه يوم الوقفه اللي هو المشحن في القاهره. اما الشحن المفتوح يعني لغايه يوم الثلاث والاربع بالكثير قوي هنقفل الشحن. وبرده لسه معايا الكشف ب 55 جنيه اهو. الكشف ب 55 اهو معانا. انت شفتوه قبل كده؟ ده تحفه بجد. ده حلو قوي. حلو قوي. كلنا اخذنا منه. خدته واستعملته. يعني انا بقول لكم بجد انا فعلا اتبسطت بيه جدا. هم كلهم خدوا. كلنا هم كلهم خدوا. بس انا خدت حاجه ثانيه. ماشي ماشي. ده جميل جدا فعلا. جبنا لكم الثلاث اشكال اهو. المنقط والقطايه والابيض ولعب العيال ولا الايس كريم. حاجه جميله جدا يعني. او جوهره بجد تحفه. بكام؟ ب 55 جنيه. تمام. لا 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 بص الشغل العالي ده. عرفتي بقى الفنفوش ايه ده؟ افتكرته والله. احلى فنفوش والله. بص المنظر ايه ده ايه ده ايه ده. بصوا تحفه. الله. وطويل يعني لو بنت طويله يعني دي حلو قوي. عبايه العيد بالظبط. درس يا بنات. يا بنات طبعا كلكم قريب لل تلبسوه في العيد. انا فظيع. احنا النهارده معانا مفاجاه المفاجآت. طبعا احنا متعودين على الخامه دي والشكل فضيع. ده والالوانات دي نازله بيها ترنجات بجامع خروج. ما هو خروج وخامه تحفه. المفاجاه النهارده ان من نفس الحاجه البنات اللي بتتكسف يعني نفسها تلبس ده وتخرج بيه وهي بتتكسف تلبس بنطلون وتخرج. جبنا لك النهارده فستان تخرجي بيه جميل جدا. والمفاجاه تستقبلي بيه تقعدي بيه في البيت تخرجي بيه استقبال. هو جميل. خروج اصلا سعره كام؟ سعره جميل جدا. طب ما تقوليش. ما اقولش ان شاء الله. ماشي. انتوا عارفين الترنج طبعا معدي ال 190 و 250. طبعا الفستان هيبقى اغلى بكتير فحرام نقول لكم. اقول انا 85 جنيه. لا لا والله بجد. انا عايزه اقول لكم ايه. الراجل ده طيب يا جدعان. عايزين نشهره. الراجل ده بيطلع في يعني كلام مظبوط معانا. ارجعوا تاني. ايوه اللي عامل معاكي اللينك. ايوه 85 جنيه حصري وربنا اهو. اديكم شايفين. انتوا عارفين الترنج بكام بره ونفس الخامه ونفس الشكل. 85 نازل لكم النهارده فستان خروج حصري عند لا لا لي وبس. لا لا لي بتقول لكم الحصري عندنا ومحدش زينا واللي متغاظ مننا ايه يعمل زينا. ايه انا عندي لسه عندي رجالي تركي وعندي شتوي جديد. كنتوا انتوا طالبينه بالاسم كده طالبين عايزين كذا. وعندي المايو طبعا الفظيع اللي مكسر الدنيا. وعندي العلب الجينيك العشر قطع والخمس قطع والاربع قطع كل ده لسه متوفر. ابدا بايه؟ الدنيا بقت حر جدا جدا اما مسكنا الحاجات دي. والله عايزه اقول لكم الجو حر جدا. يعني انا مجرد انا مسكتها معنى كده ان في الشتاء هتدفيكي قوي 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 جدا جدا. ده نازل ترند على فكره يا جماعه. ناس كتير طلبته مني وانا حققته لكم. معانا ايه النهارده؟ معانا بادي شورت رو. تمام. ورو ده نازل عرايسي جدا جدا يعني جدا العرايس. العرايس اللي عايزه تجهز الصيف حاجه الشتاء تعالي الحقي. ده لسه جديد على فكره. ده لسه نازل لي النهارده. وعلى فكره معانا الكولكشن الجديد بتاع السنه دي مش بتاع السنه اللي فاتت. دي حاجات السنه دي يا جماعه معموله السنه دي مش حاجه بايته من السنه اللي فاتت باماره. ما هي اصلا جديده. هي اصلا جديده يا جماعه. عامله معانا كام؟ 180 جنيه. 180 جنيه حلوه جدا جدا بالشتاء.
هتبقى على فكره ده ممكن برضو يتلبس روب، ده ممكن يتلبس روب على اي يعني على اي بيجامه، على اي بيجامه شغال بيدفي وحلو ولذيذ، على اي بيجامه خريفي ممكن يتلبس يعني تمام. يبقى عامله معانا النهارده 180 جنيه في موسم الصيف، بما انها في موسم الشتاء تبقى اغلى. بقول لك تعالي الحقيقه عروسه جهزي بسرعه حاجه تمام. لو التيشيرت والبنطلون تمام حلو قوي، الوانه جديده الواناته اهو الالوان، معانا اللبني معانا السيمون والبامبا والبينك حلو قوي. ده ب 150 جنيه ده نازل ترند برده، نازل حلو جدا. ده مقاس اللي هو المحاير شغال لحد المقاس اللارج او الاكس لارج، برده شغال ده فري سايز، برضو ممكن البنوته تمشي بيه خروج تنزل بيه درس. هو بنطلون شروال وبلوفر يعني حلو يعني يمشي معاكي حاجتين، يمشي مثلا دروس يمشي يمشي معاكي كل حاجه على الكونفرس كده يبقى شكله شيك. فرشه جديده ده كولكشن السنه دي، واخر فرشه اخر فرشه للمركز دي ميدو هوم، دي ماركه مصري بس شيك جدا وحلوه وعمليه ومطلوبه جدا في الاونلاين، حاجه فظيعه حلو قوي بجد تحفه. اللي معاكي تحفه 150 جنيه نازله عبايه زي ما اتعودنا مع بعض. انا معايا تحفه دي عبايه العيد، انا بالنسبه لي دي عبايه العيد والله، كفنش وخامه وماتيريال فظيعه حلوه جدا. نص تلتين كم يعني، لا نص كم ولا بكم يعني، برده تستقبلي بيها حلوه حلو جدا بجد تحفه اهي. نفس السولي الجاكيت تقريبا، وزي فاطين ما بيقول ما بتشفش ما بتشفش لا حلوه مش حاجه حلوه للعيد والذبيح وكده وفرحه وهيصه، حاجه حلوه كل سنه وانت طيب. وسعرها جامد جدا عليها 150 جنيه على فكره، ب 150 جنيه دي خامه على فكره، خامتها حلوه على فكره، عجباني الخامه، خامه بجد تحفه. مين ده برضو نازل ب 110؟ لا صورته تمام. الله ده سلوبيت، ده سلوبيت واو ده تحفه. ده برضه نازل ترند، نازل فرشه جديده يعني حاجه جديده وحاجه فاشن تمام حلو قوي. البنات بتحب الحاجات المطرقعه. بص انا عايزه اوريكم صورته فين، صورته حلوه قوي، حلوه قوي في اللبس يا جماعه، حلو الماتيريال كويس. في منه الوان يا مدام هبه، في منه الوان يا خلود، ده احمر فين اللون الاحمر واسع تمام. طب حلو قوي الاحمر حلو يعني، هتيجي تلاقوا منه لونين تمام. هنشوف تاني. هبص على الرجاله بسرعه، انا عارفه ان انا طولت عليكم بس معلش غصب عني، عايزه اوريكم كل حاجه زي ما انتوا قلتوا عايزين تتفرجوا عشان تيجوا، انا بتفرج على كل حاجه اهو. الرجاله عندنا كميه قد ايه وبكام؟ الرجالي التركي ب 125، عندي منه كميه كبيره ما تقلقوش، انا في عندي شوال كده لسه تاني رجالي يعني. انا طيب حلو يعني كله. تعالوا ما تقلقوش يا جماعه، الناس اللي كانت زعلانه انا ما فرشتش الرجالي كله. حلو قوي ده، بص يا جماعه ده بجد تحفه. المستردة مع البني ده جميل جدا، والبنطلون بص ده كمان ادي الرجالي معانا اللي مع ده ب 125، 125 الماتيريال تحفه يا جماعه، ده ب 125 جنيه. التيشيرت عامل ازاي؟ مقاسات حلوه، مقاسات كبيره حلو جدا 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 بجد، حاسه كده ميديم. بص ده المقاس ده كده ميديم يعني مقاساته حلوه جدا. بكام؟ ب 125 كده خدنا تحفه جدا الرجالي، وبقول لكم الرجالي في كميه كبيره منه، في كميه وفي تشكيله كويسه كتير قوي يعني. انا كنت اي حاجه قلنا ما لقتش والله، ما انا حطيت الحاجه في ايدي. تعالوا بقى ايه المايو، تعالوا بقى المايو، لان المايو قرب يخلص. المايو هناك اهو، طبعا انتوا شفتوه زمان هنا كان عالي جدا، دلوقتي قل خالص اهو الحمد لله تمام. بصي الماتيريال حلو، الخامه ممتازه، وهعمل لكم اعملوا لي اختبار الميه. الله الله عليك يا اسماء، والله ذكر ولا شعوذة، والله فنان اهو بصوا لعلكم مش اي دلقه ميه، ده البروفه اكبر مساحه من مصر، هي الشطاره في الدلقه مش في جميل ايه والنبي الميه بتاعنا ده دي الميه اصلا دي الميه اهو يعني، ده ما بيلزقش في الجسم. اتفضل بصوا نفضناها اهو، فين الميه؟ فين طب فين الظابط؟ حصري مش عند اي حد، مش قليله اشكال كتير بالظبط، هتيجي في التجار اللي عايزين يجوا يتفضلوا في كميه الحمد لله كويسه. زي ما انتوا عايزين البنات اللي عايزه تصيف برضه هتيجي تلاقي كميه برضه حلوه قوي. قولي لاصحابك قولي لقرايبك شيري الفيديو عشان كل الناس اللي حواليك تستفيد، لايك 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 عشان الفيديو يترفع وكل يستفاد.
برضو ده المحير على فكرة. حتى الديسلايك على فكرة بيرفع البيت. اجي بقى كده. ده بقى المحير. حلو قوي المحير ده. ضد المية برضو؟ طبعا. اعمل اختبار تاني ولا ايه؟ خلاص بقى. بصوا ده بامانه الخامه حلوه. الخامه حلوه مش عشان هو رخيص. لا 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 وحشه. لا هو مش رخيص علشان هو وحش. لا هو رخيص علشان ده عرض جمله. ده عرض جمله ليكم. ما حدش يقدر يعمل الكلام ده. انا اتحدى اي حد يجي يقول لي مايوه من جنيه. تمام. ده معانا بكام؟ مايوه بالخامه دي. بصوا المقاس وبصوا الشغل اللي فيه. لا حاجه نظيفه يا جماعه. حلو قوي. بالظبط زي ما انتم شايفين كده. ده العرض بتاع المايوهات. هنشوف بقى. عايزه برضو اوريك العلبه بسرعه عشان نقول للناس لسه عندي العلبه الجميله. العلبه هي قربت تخلص برضو يا جماعه. كانت في كميه كبيره الحمد لله. بتخلص. اللي عايز معانا ال10 قطع سليبر. اثنين. اسمه ايه؟ سليبر. ماشي ماشي سليبر. ممكن نقول فندق كمان. ماشي ماشي. ايه شنطه؟ الشنطه مخي. بس بقى ماما براحتي. انا كنت بقول بندانا. اتفضلي بقى امشي ورا كلامي ده. معلش كمل زي ايه عند الميه. الله بص الشورت. اعملي بقى لف شعرك طاقيه كده وحطي كام بنسه والبسيه بقى دي كده. يا تبقي قمر. انا براحتي. ماشي. ما دي بتتلبس البندانا اللي تحت الطرحه على فكره يا جماعه. اه هي دي زي ما هي. النوامه وقعت. النوامه النضاره عشان ما حدش مهما فتحت النور مش هيأثر فيكوا. برضه معانا بادي حلوه اهو عشان الخناقه بتاعت كل يوم. النور اقفل. النور افتح النور. ده البنطلون. ده البادي. لا ده البادي. ده البنطلون الحمد لله كده. احنا 75 ولا ايه؟ لا ده لسه في جوه. الله بصوا بصوا. لا 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 بصوا. ايوه ايوه البنطلون. بص بقى البسيه مطرح ما يحلاش. عايزه تلبسيه بالبنطلون. تلبسيه قميص وروب. تلبسيه شورت يعني تلبسيه كده اهوت على بعضه زي ما انت عايزه. اه بالظبط. زي ما انت عايزه. لا بالبادي. بالبادي يعني بالبادي والبيجامه على الروب كده. حلوه جدا ومستقبل بيه. يعني انت معاكي 3 4 تطقم في علبه تقعدي تلعبي بيهم. اه براحتك. مزاجك النهارده انت عايزه ايه تعملي. في حد جالي ضيوف وبتاع وعايزه البس حاجه طويله ومحترمه هلبسه. البس البادي والبس الطرحه والبس البندانا والروب والسلب. كوني لفه شعرك بيبان وكده ابقى خلصت. وربنا والحمد لله. الروعه الروعه. بقى خير ربنا. لا انت مزغرطي قلوب. شفتوا بقى خلصنا الحمد لله. انا عرفت مين بيزغرس يا جماعه. وخلود. وبكده خلص الفيديو بتاعنا. عروضنا كتير ما بتخلصش. افراحنا ما بتخلص. احنا بس افراحنا كتير. ضحكنا كتير. حبنا لبعض. تجمعنا يا رب ما يفرقنا لبعضينا. انا مبسوطه قوي ان انا في المكان ده. انا منتميه للمكان ده. واول ما ابتديت هنا. وده فخر ليا ان شاء الله. وان شاء الله يا رب ربنا ما يفرق بينا. تحياتي لمدام ايمي حبيبه قلبي. نورتنا النهارده. مدام هبه. مدام شيماء الجهر. مدام هبه. مش عارفه. ما وصلت خلاص. شيماء. عايزاكم بقى تخشوا على فيديو شيماء الجهري تدعموها. هي طبعا طالعه معايا في الفيديو. وتبقى يعني احنا طالعين عند بعض. احنا خلاص الحمد لله بقينا تيم قوي جدا. اه احنا مع بعض تيم الحمد لله. الحمد لله. انا كمان دايما تابعونا. هتلاقوا جديد عندنا وكل يوم في عروض. واستنوا المزيد. ويا رب ابقى عند حسن ظنكم دايما. وكله يتبسط ومحدش يزعل مني ابدا ان شاء الله يا رب. قولي كلمتك بقى. انا كمان مبسوطه ان انا النهارده كنت معاكم مع مدام ايمي ومع مدام مها ومع مدام هبه. انا مبسوطه ان انا بقيت واحده من العيله دي طبعا. وان شاء الله يبقى في عروض جايه كمان حلوه ان شاء الله. في عروض قويه جدا ان شاء الله. ان شاء الله. طول ما احنا موجودين في لالا ليه مش بيبطل عروض ان شاء الله يا رب كده. ربنا يدي الحاج محمد الصحه ومدام هبه ويديهم اللي هم عايزينه. طيب كده خلص الفيديو بتاعنا. نلقاكم في فيديو جديد. وسلام.